مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي القناة الوطنية. أنتم الآن في حضرة الثقافة، برنامج جمهورية الثقافة، البرنامج الثقافي الفكري الحواري الذي يتناول كل القضايا الجادة على الساحة التونسية مهما كانت أهمية هذه القضايا، ولكن نناقشها بعيون الكتاب والمفكرين والجامعين وصناع الرأي العام والناشطين في المجتمع المدني. الليلة موضوعنا موضوع دائما نبدأ بالأسئلة البسيطة، ولكنها في الحقيقة أسئلة في غاية التركيب والتعقيد. كلمة الشعبوية في هذه الفترة الانتقالية انتعش هذا المصطلح، نسمع كلمة الشعبوية، كلمة الخطاب الشعبوي، الصراعات المناوئين، صراعات المناوئين يتهمون الآخرين بالشعبوية، ويبدو أن فكرة الشعبوية أو مصطلح الشعبوية أو خطاب الشعبوية خطاب مزدهر. سنحاول إضاءة هذا المصطلح الذي يستعمله الخصوم في السياسة وفي الثقافة والمجتمع والفكر والجامعة وغيرها. دعونا ثلة من المثقفين نناقش معهم هذا الموضوع. دعونا الأستاذ الأزهر العكرمي، غني عن التعريف، هو رجل سياسي، وزير سابق، محامي، وأنا دعوته بصفته مثقفا. مرحبا بك سي الأزهر. أنا نعرف الكتابات وأنا معجب بالحقيقة بكتاباتك. أنا قبل لا مش تواضع، هذه حقيقة. تو ربما نحكيه على على السياسي والشأن الثقافي. دعونا أيضا الأستاذ، هو صديق دراسة في الحقيقة، سينابيل عرفي، تظهر لأول مرة في جمهورية الثقافة. شكرا لك ومرحبا. شنو أحوال ميرسيا إلياد؟ بخير. أنت أستاذ عربية، وعندك أيضا تعد أطروحة الدكتوراه في اختصاص في الجندر، لا ماجستير في الجندر. ماجستير في الجندر، نعم. بالتوفيق. دعونا أيضا لأول مرة يحضر معنا الأستاذ أحمد الغلوف، أنت أستاذ فلسفة تحضر معنا لأول مرة في برنامج جمهورية الثقافة. مرحبا بك، ولا نستغني بطبيعة الحال على رأي المختصين الأكاديميين. دعونا الدكتورة فتحية السعيدي، أستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسية، وهي تحضر معنا لأول مرة، وستضيء هذا الموضوع خاصة من الناحية التعريفية والسوسيولوجية. ودكتورة فتحية سعيد، أنت غنية عن التعريف، يعرفك التلفزيون، القناة الوطنية، تعرفك جيدا. إذا مرحبا بكم، إن شاء الله يكون النقاش نتاعنا اللي باش نبداوه هذا ماهوش نقاش شعبوي، بما أنه موضوعنا هو موضوع على الشعبوي. على كل حال تقاليدنا باش نشوفوا صورة نعلقوا عليها وبعد نرجع للنقاش. تفضل. إذا نشاهد ثم هذه الصورة، هي افتتاح أول قبة أيكولوجية بالشمال الغربي بجبل برقو بسليانة، بمبادرة من جمعية مغامري سليانة للتنمية. التكلفة 15,000 دينار، تمويل من الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية. هو عبارة عن منزل مشيد بمواد طبيعية من أكياس وطين. يعني هذه باش تذكرنا شوية بالمسيرش، نعطي رأيي أنا مسيرش. لا تذكرنا تذكرنا أيضا بالمساكن التقليدية في الشمال الغربي قبل ما يظهر البيطون رمي وقبل ما يظهر سيلازة. تعليق. خاصة مطمطة أشوف لن نقهر الواقع اللي موجود بين يدينا بمقترحات سواء من الماضي أو من البيئة، اللي يصنعوا في الحديد ويصنعوا في السمان ويصنعوا في والبناء العمودي والبناء اللي بالاسانسور، باه خرجة هايلة حلوة، أما تصلح في تابلو في لوحة زيتية بقى في الواقع. وباهي هذه المجتمعات كي تبدأ تدخل في حرية التفكير وحرية التعبير وحرية الاختراع والابتكار بقى لا أعتقد أن العشرية القادمة ستكون لتلك المساكن في الجمهورية. من تعتقدش شو معناها الواقع؟ والواقع الاقتصادي والواقع الصناعي، المدينة شكلها هو اللي نحن ماشيين فيه بسياق معناها داخل وعينا خارج إرادتنا، داخل الوعي خارج الإرادة. هذاك هو تجار الحديد وتجار السمان والبناية والمقاولين والكذا. لن ترى تونس مثلا بعد 50 عام على هذه الشاكلة مدن من هذا النوع. بارك الله فيه. صعيب شوي ها؟ لا ما تجيش. دكتورة. طيب بالنسبة لي هو الحنين إلى الماضي،
هون او هذه نزعه معناها موجوده عند كل واحد فينا انه نرجع للحاجات اي لا لا ايديولوجيا ايكولوجيا ليفير لا تنجم تكون وراها الايديولوجيا مثلا مش ايديولوجيا خلينا نقول وراها افكار باعتبار انها ما تختص معناها بالبيئه وانه نرجع للمواد الطبيعيه هي دعوه معناها ضمنيه انه نرجع للمواد الطبيعيه اللي هي مواد غير ملوثه الطين الى غير ذلك ومعناها وتنجم تكون هكا في الاتجاه هذا اما ما تنجمش تولي حاله معناها سائده مثلا باش تولي موجوده معناها بارتو اماكن كيف هكا مي سيبو تخيبو معناها سي نبيل انا الفكره عجبتني يعني واختلف مع الاستاذ الازهر يعني كما قال جابريال غارسيا ماركيز حين يتحدث عن الروايه ويتحدث هنا عن ايضا عن الفن من الخصوصيه يمكن ان نعانق الكونيه خصوصيه هذا البناء الذي راعى ثلاث اشياء التكلفه والمواد المستعمله والاطار العام انا اشجع كل هذه الافكار واشجع ايضا العمل الجمعياتي الذي يهتم بمثل هذه المسائل وهي مساله فنيه ذوقيه قد تكون معاشيه ام لا التاريخ هو الذي يحكم لا يمكن ان نتنبأ يعني هل ان العولمه ستواصل مسيرتها وفق هذا النمط ام لا نحن نعلم على سبيل الذكر في المانيا بعض المدن اصبحت ايكولوجيه عمليه استهلاك الكهرباء الى غير ذلك يعني الفكره يمكن احيانا ان نطوعها ان نغيرها وان نشكل وفق وعي خاص بنا سيد احمد انا عجبني ما قالته الدكتوره هو حنين وفي نفس الوقت خيبة أمل الإنسان المعاصر في المدينة وإنتاجات العلم الحديث يعني الكوارث البيئية التي أدت لها الحضارة الإنسانية وكأن الإنسان في مكنونات الداخلية في لا وعي يحب يلتفت إلى الوراء وكأنه يقول ماذا نفعل وماذا نفعنا البروغري التطور لقد دمرنا تدميرا ولكن كما قال الأستاذ حركة المدينة وحركة التاريخ الريفرسيبل معنا زايد معنا مش باش نفيقوا غدا ولا بعد 20 عام نكون رجعنا هذيك حاجات لم تعد صالحة إطلاقا للعصر هذا نتاعنا فقط يا حنين باي. نشوفوا الصورة الثانية نعلق عليها بسرعة وندخلوا موضوعنا الصورة الثانية هي حملة في الحقيقة قام بها شاب هي مبادرة وحملة تحسيسية قام بها المهندس محمد أسامة حويج على تويتر هذه الحملة عنوانها زبلتونا من الزبلة يعني من الفواضل وهذه الحملة كما قلنا على تويتر وبقية وسائل الاتصال الاجتماعي لمقاومة النفايات والأوساخ المتراكمة في شوارع تونس وهي عبارة عن صور مركبة تجمع بين لوحات فنية استشراقية تصور الحياة في العصور الماضية مع أكوام النفايات الحالية ترافقها أمثال شعبية شنو رأيكم؟ الأزهر فكرة باهية الدفاع عن البيئة والدفاع عن المدن النظيفة مهم جدا سي الأزهر مسخة بلادنا اليوم مسخة وعلى فكرة هو حتى الصورة القديمة أي. سابقا أي. مثلا احنا أكثر المدينة نحكوا على العهد الحسين أي نعم ما كانتش نظيفة رأي المدن أي. تونس ما كانتش نظيفة حسب التقارير كانوا كي تقع المجاعات الجثث بيدها الناس يمرضوا لأن الجثث ما تهزش في المجاعات وفي غيرها اثنين صحيح الإحساس والوعي بالفضاء العام غير موجود أنت كي تبعد على دارك فضائك هو داخل بيتك سواء هو شقة ولا فيلا ولا اللي تحب خارج هذاك ما يعنيكش وأن يكون مثلا وعي إلى درجة أنه مثلا شوارع قبلي وتطاوين وقفصة وبنزرت عندي فيها نتمناها تكون مزيانة ونظيفة معناها الحومة اللي ساكن فيها انت لاحظ رو وعي هذا وعي يهز الفضلات وساعات تشوف واحد يتلفت أي. معناها شافوني ولا لا ويرمي الاحساس بالشراكة في الفضاء العام اي المجتمع اللي فيه الافراد احرار وفيه المصلحة العامة تلم الناس كل هذا المستوى من الوعي اللي تشوف في سويسرا ولا في السويد اي نعم الحقيقة ما لك احنا ديما نقولوا الدوله هي المقصره عمال النظافه مقصرين هو لو كان جاء المواطن اللي ما يحرقش الضوء وما يدوبلش في ليني كونتينيو وما يلوحش وين ما جاء باش ما جاء من عمال النظافه تنجم تكون مدن نظيف وهذا موضوع ربما متعلق بفكره المواطنه اللي هي مش فقط مجرد شعارات او كذا هي ممارسه مازلنا سكان يوميا سكان مش مواطن اي مازلنا سكان سيد احمد اي بالمجد هي فيها نوع من الاحتجاج على الحاله العاديه لكن انا ما قلقني هو وضع اللوحات هذه الشرقيه اللي عملوها عاده المستشرقين الفنانين المستشرقين
إدوارد سعيد في الثقافة الإمبريالية يقول أن اللوحات هذيك هي سبب الاستعمار، لأنه يشير إلى ملاحظة هامة أن الفنان الغربي عندما رسم الإنسان الشرقي ورسمه بلا ذات عادة لا ينظر في المصور، ينظر إلى الأسفل وكأنه سوجي فقط للتصوير. إذن وكأن هذا السيد يعيد نفس القضية الاستشراقية، أن ما زلنا لم نبلغ بعد مرحلة على كل حال هو الهدف متاعه أيضا إيجابي. أنا أؤول ونعم هو هدف إيجابي، ولكن أنا أؤول ما زلنا لم نبلغ بعد مرحلة المواطن المسؤول عن الفضاء العام. سي نبيل، يعني أتفق مع الأستاذ أحمد، كان بيودي أن يوظف مثلا لوحات لكل تونس، لوحات الموجودة هنا لا سلة لنا بها، وأغلبها متصلة عادة إذا نظرنا جيدا بمصر أو بالجزائر في فترة ما، يعني ما الجامع بين، وهو يتحدث عن تونس، هو استعمل البنتيور أوريونتاليست، يعني فن التشكيل الاستشراقي، هناك مفارقة تاريخية في مستوى التاريخ والمكان. لم تعجبني الفكرة. بالنسبة لي استعمل معناها جمالية القبيح. جمالية القبيح. جمالية القبيح اللي حكى عليها أودرنو فيما بعد معناها الحداثة، وجمالية القبيح للتعبير على شيء هو معناها ما لقيش الكلمة بالعربية كالدينانس معناها هو اللي هو يشهر به، يشهر مثلا بالهذية زبلة إلى غير ذلك، وعمل واستعمل هالجمالية هذية تلقى معناها شعمل باش يعمل هك الربكة هذيك وكالصدمة هذيك اللي تنجم تثير معناها أحاسيس الآخر وتنجم تخليه ينتبه لفضاعت معناها الاشياء وضح. معناها لستيك معناها دولالي دور معناها سيت اون فورم جماليه القبح. جماليه القبح على كل حال احنا سيت اون فورم ديكسبرسيون معناها عندها دلالتها وعندها اهميتها. على كل على كل حال احنا نحيوا من خلال المبادرات المهمه هذه تاع الشباب، نحيوا محمد اسامه حويج على هذه المبادره. اذكر موضوعنا لهذه الليله الخطاب الشعبوي، ازدهار الخطاب الشعبوي الشعبويه في تونس. اذكر بضيوفي الأستاذ الأزهر العكرمي، الأستاذ نبيل عرفاوي، الأستاذ أحمد الغلوفي والدكتورة فتحية السعيدي. وأبدأ بالدكتورة فتحية السعيدي، ماذا يعني اليوم أو ماذا يعني الناس يتفرجوا فينا يقولوا نسمع بكلمة الشعبوية؟ الشعبوية يندرى عندها علاقة بالشعب، يندرى معناها حاجة شعبي، يا شنو معناها الشعبوية؟ سمعوها اليوم في الخطاب السياسي، سمعوها في الخطاب الثقافي، سمعوها حتى على المستوى العالم اليوم. هي مفهوم معناها شاع بشكل كبير معناها في الفترة من الحديثة. ما نحب نرجع شوية للتاريخ، المفهوم هذا يظهر تقريبا في 1870 وظهر تحديدا في روسيا، والقصد منه أنه بعض معناها الاشتراكيين إلى غير ذلك حبوا يوصلوا معناها للشعب وحبوا يخاطبوا الشعب بلغة الشعب، مش على أساس أنهم هما معناها سيلقنون الشعب. في طبعا تصور معناها معين أنه هذا الشعب يمكن أن يكون معناها ضد النظام معناها السائد، وممكن أنه يفتت أو معناها يساهم في إضمحلال النظام السائد. هذا معناها كيفاش ظهر بعد ظهر بالمليح في 1870 بعد في 1889 وبعد ظهر في 1891 عفوا في أمريكا مع حزب الشعب الأمريكي، وهو حزب معناها مدامش معناها برشا، واللي يعني ديما هذا القرب إلى الشعب، القرب إلى الشعب للتعبير عن وضع احتجاجي ما لغاية تقويض معناها تقويض النسق السياسي أو معناها ما نسميه بالفرنسية لسيستم بوليتيك، النسق السياسي النظام السياسي أو النسق إلى غير ذلك. لكن المفهوم هذا بعد تناولوه بعض علماء الاجتماع، تناولوه بعض معناها الفلاسفة. أذكر معناها على سبيل معناها المثال وليس معناها الحصر، لاكلو واحد فيلسوف أرجنتيني نظر لهذا المفهوم في الأرجنتين مع حركات معناها إصلاحية وحركات معناها معناها ظهرت في أواسط معناها السبعينات، وفسر المفهوم على أساس أنه الشعبوية تعني تجذير الديمقراطية. تجذير الديمقراطية هذا الجانب الإيجابي. أي الجانب الإيجابي أعطاها مفهوم معناها إيجابي. كيف ما ظهر زادة بالنسبة مثلا عالم اجتماع آخر تشيلز معناها أعطاها زادة مفهوم للشعبوية على أساس أنها في النهاية أنه الشعب هو محصلة الخطاب السياسي. الشعب هو
محصلة الخطاب السياسي سيس. لأن هذا الشعب يتم تحريك معناها عواطفه عن طريق معناها الوصول له من خلال معناها تبسيط المفهوم السياسي إلى غير ذلك. لكن خلينا نقول أنه الشعبوية موجودة في الفكر اليساري وفي الفكر اليميني على حد السواء مع فروقات. نجم نقول الإيديولوجيا هي الشعبية مثلا بالنسبة تشيرز يعتبرها إيديولوجيا معنى الاستياء، سميها إيديولوجيا الاستياء، أنه مجموعة من الشعب مستاءون معناها من النظام السياسي يحاولون تقويض النظام السياسي ضد أقلية منها حاكمة. لكن نحب نفرق ما بين الشعبوية كما ظهرت عند معناها اليمين وعند اليسار، وبعد نزيدوا نحكيوا أكثر. عند اليمين هي معناها ارتبطت أكثر معناها بالناسيوناليست معناها القوميين، وارتبطت معناها بالحركة نتاع الفاشيين إلى غير ذلك، العنصرية إلى غير ذلك. لكن عند معناها اليساريين ارتبطت معناها كحركة معناها ديماغوجية أكثر من حاجة أخرى، كما البوجدية في فرنسا، حركة ديماغوجية تحاول أنها معناها تدمغج كما نقولوا احنا بالدارجة الشعب، حاولت أنها تحاول معناها عطاوها منحة معناها بلوز وموا معناها إيجابي. لكن في جميع الحالات الشعبوية لها معناها مناحي سلبية لأبعد الحدود، وبدا معناها استخدامها يتطور، وما عادش فما الشعبوية فقط في الخطاب السياسي، ولا فما ناس تحكي على شعبوية اقتصادية وشعبوية في معناها في شعبوية فهم ثقافية، شعبوية ثقافية إلى غير ذلك، واللي فيها تبسيط للمفاهيم وفيها استعمال لما نسميه في علم الاجتماع الحس العام المشترك. الحس العام المشترك سي الأزهر تقريبا دكتورة حطت لنا أي معنى حطت لنا لبارياج معنى تيوريك تاريخية المفهوم. أما لاحظ اليوم كلمة شعبوية تقترن بكلمة يزي، يزي من الشعبوية، دائما التنبيه يقع بهذا المعنى يزي من الشعبوية. وبالتالي المفهوم اليوم اللي موجود هو مفهوم قدحي مش مفهوم إيجابي. فلان يمارس في الشعبوية يمارس في الشعبوية بمعنى آخر هي مرادف للتضليل. ومرادف للتضليل إيش معناها؟ معناها الديماغوجيا، معناها كلام لا علاقة له بالواقع، معناها هو نوع من الادعاء بالتمثيل الأفقي للشعب ضد سلطة أو ضد كيان أو ضد وجهة نظر لا شعبية ومعادية لمصالح الشعب بدون دلالات واضحة وبدون مضامين واقعية وبدون منطلقات فلسفية حقيقية وبدون مضامين واقعية. معناها ونشوفه احنا صحيح أنه الحركات اليمينية المتطرفة اعتمدت هذا، واللي تابع كيفاش تبنيت الفاشية وخطابات موسوليني ولا هتلر ولا جوبلز ولا الرموز النازية معناها كانوا يحكيوا في حكاية متاع أنهم الألمان متفوقين والجنس الآري متفوق و و و و و، لكن ما فماش حاجة. وقت اللي في معناها أفريل 45 قالوا هذا الشعب المتفوق تاريخيا، هذا الشعب الآري عندما هزم لم يعد يستحق الحياة وسبقوه إلى الانتحار. تشوف في الـ في الـ في اليسار ايضا معنى هذه التهمه ألصقت بالحركات اليساريه باعتبار يقولوا علاش، يقولوا ما تعرفش الدوله لا انا نحكي لك حتى تاريخيا ألصقت بال اليسار الشبابي تحديدا، لانه يقول لك لم يعرف الدوله، وبالتالي ها اللي يخليك انه هذا مفهوم بعيد عن الواقع بعيد عن الواقعية. دائما المفهوم الشعبوية يمشي ويرجع في مثلا رجع في ترامب ضد المؤسسة ضد الاستابليشمنت، رجع إلى حد ما في ماكرون في 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 فرنسا رغم اللوبيات المالية اللي حتى رجع حتى مع ميلانشون في فرنسا. ميلانشون هذا كان باي اليسار بايل يسار قالوا هذا يعمل في الشعبوية يعني اتهام. المهم أنه في نهاية المطاف من يريد أن يسكت خطاب أنه معناها في كلمة واحدة معناها يهزمه يقول يزم الشعبوية يزم الشعبوية، وهذا صار في تونس يوميا. تونا حكيه سيد أحمد الشعبوية علينا نتفق أولا أن الأشياء والظواهر توجد قبل الأسماء،
يعني انت تعرف ان الجاذبيه موجوده منذ تخلق الكون، كانت تخلق بعد اكتشفها. نعم. دونك الشعبويه راهي موجوده حتى في احد روما وفي بغداد. انت تعرف ابو الحسن الصباح كيفاش اسس الدوله نتاعها على قضايا يعني وخطاب شعبوي. انا عندي معنى تفويض من حسن الصباح، هذا نتاع الحشاشين. اي نتاع الحشاشين. عندي نقول ننزل خطاب شعبوي هو. اذا علينا ان نعرف الساعه. الخطاب الشعبويه خطاب يدعي تخليص المجتمع من كل مشاكله وفكرة الخلاص هني موجودة، ولكن باستنفار واستنزاف المشاعر. إذن هو خطاب نتاع خلاص لسالو يوظف ويستغل المشاعر، وخطاب غير عقلاني وغير واقعي يدور على العواطف، على عواطف وخطاب سوفسطائي إن شئت، يدغدغ المخيال الشعبي. لكن أنا ما يقلقني في الحكاية هو ألا يبدو أن كل خطاب سياسي بار ديفينيسيون يجب يكون خطاب شعبه؟ علاش؟ لأن لا، ليس هناك تاريخ ولا مدينة ولا إمبراطورية أسست بخطاب يدور على مقتضيات عقلية. أنت تعرف أن سقراط ما الذي قتله؟ قتله الخطاب الشعبي، بينما هو الرجل يقول أنا أريد إنقاذكم وتحريركم بالعقل والحقيقة. إلا أن أنيتوس انتصر عليه وانتصر السفسطائيين والأباطرة انتصروا عليه وقلبوا عليه الناس بخطاب شعبوي. إذن وكأن يعني حنا أرنت عندها مقال جيد بوفوار إيفيريتي، تقول أن صاحب السياسة وصاحب السلطة لا يستطيع إطلاقا أن يمارس السلطة وينظم المدينة يعني الضبط والتنظيم والمراقبة والمعاقبة بخطاب عقلاني. لا تنفع الحقيقة في السياسة. إذن الخطاب السياسي بالضرورة وبالقوة شعبه. يعني بالضرورة شعبه. أي أي. سي نبيل شنو رأيك في هذا؟ الكلمة علينا نفرق بين الشعبي والشعبوي. أي. والشعبوي احنا ثم نفرق بين الشعبي والشعبوي وايضا الشعبوي والنخبوي، ما ننساوش انه عادة ربما نرجعوا لفكرة النخبة. والشعبوي لها معنى تهجيني، ان سونس بيجوراتيف، وعادة ما يكون الطرف الاخر هو الذي يتهم الطرف الذي يتبنى ذلك الخطاب بالشعبوية في اطار كما قال الاستاذ لازر، في إطار التبكيت وفي إطار الجدل. لكن لا يعني هذا أيضا، لأننا في لاحظت أن النقاش حول ما هو سياسي حتى ما هو ثقافي. أي. نحن نعود إلى الكلمة الشهيرة عند المصريين، الشعب عايز كده، عايز كده، عاوز كده. وهذا الذي خلق فيما بعد جملة من الفنون بين ظفرين التي لا تقدم الجميل والنافع، لا تقدم تصورا ما للكون، وإنما تضحك الناس وفيما فيه يرغبون. يعني الشعبوية إن كان في الفن، إن كان في الاقتصاد، إن كان في السياسة، بالنسبة إلى العدو، ليس بالنسبة لأن الذي يتبنى هذا الخطاب يعتبره خطاب شعبي، يعتبره يبحث عن النجاعة، يقدم الحلول وينشأ أو ينشد يعني عطف القلوب على ذلك الخطاب، بينما العدو يفترض أن هذا الخطاب لا يستهدف الحقيقة وإنما هو يعدل عن الحقيقة، يبتعد عنها حتى يقدم ضرب من التنويم لهؤلاء بالابتعاد عن المشاكل الحقيقية. إذن في نهاية المطاف هل هذا المفهوم تاريخيا كما قدمت الأستاذة فتحي أو كما ذهب إلى ذلك سي لازار أو كما ذهبت حنا أرنت عن طريق سياسي دحم هو مفهوم يبدو لنا عند الطرفين كأنما هو ضرب من التعريفات الماهية، يعني ما هو لا نصل إلى نتيجة، لكن السؤال الذي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لماذا هذا الخطاب؟ ما هي الشعبوية؟ ما هو الإنسان؟ ما هو الله؟ لا 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 نتفق حول هذا الأمر، لكن لا كيسيون سي لو بوركوا، لماذا الشعبوية؟ لماذا وجدت؟ هل فقط هي من أجل النجاعة والتنويم أم لها أهداف أخرى؟ نرجع عليها شوية زادة لنرجع للتاريخ شوية. على خاطر كي نرجعوا مثلا لمفهوم الشعبوية، مفهوم الشعبوية كيفاش ظهر؟ ظهر معناها كانت نتيجة للقرب من الشعب وظهر في لحظة معينة فارقة في تاريخ معناها الإنسانية، وهي انتقال معناها المجتمع الغربي من مجتمع الحداثة إلى مجتمع ما بعد الحداثة. ودشنا مجتمع ما بعد الحداثة بثورة البلشوفية وبعد معناها النازية والفاشية إلى غير ذلك. وبدات معناها النوسيون تاع العبثية لابسيغد تظهر.
وبدات معناها يعني تتبلور اكثر. كي نرجع مثلا لهذايا لاكلو اللي هو فيلسوف مثلا ارجنتيني كي يفسر المفهوم يقول لك انه معناها الصراع الطبقي، مفهوم الصراع الطبقي فيه معناها ثنائيه، معناها ثنائيه البروليتاريا مع الطبقه الحاكمه، لكن داخل المجتمع هنالك العديد من المتضادات، ويقول لك المتضادات هذوما كلهم يلزمهم الكلهم يتشكلوا في شكل خطاب معناها كلي لغايه تقويض معناها النظام معناها القائم نظام الاقليه، وهو وزاد ظهروا على اساس انه مفهوم طبعا ضد معناها النخبه الى غير ذلك، والنخبه بين ظفرين هي النخبه معناها الحاكمه. معناها فما نشأة للمفهوم ونشا في السياق هذا ونشا معناها مع ما بعد الحداثه وبدا يتطور. نرجع مثلا لتاريخنا انه موجود كما قال تويكا ولا كما قال سي لازر انه موجود في التاريخ العربي الاسلامي. نقول لك اني بالنسبه لنا احنا كشعوب عربية إسلامية لم نصل بعده للحداثة، عليها ما وصلناش، ظهر دخلنا طول في بعد ما بعد الحداثة ودخلنا في العبثي إلى غير ذلك. ومعروف أنه ما بعد الحداثة هي ثقافة الزائر وثقافة السريع إلى غير ذلك. على فما ديناصيون أخرى عليها ظهرت وبدأت، حتى وأنت تحكي قبليك على ماركوز، وقتاش ظهر ماركوز؟ ظهر في الفترة هذه ما بعد الحداثة، ومعناها والإنسان ذو البعد الواحد إلى غير ذلك، وكيفاش وقع معناها التقاط معناها الكتاب نتاعه ولا الكلمه نتاعه الى غير ذلك في الغرب، وبداوا معناها ينظروا لبرشا حاجات. وظهرت المدرسه نتاع فرانكفورت، وظهر قبيلك كنت نحكي اني على الاستيك معناها جماليه معناها القبح او جماليه القبيح، ظهرت وقتاش؟ ظهرت ظهرت معناها من بعد. معناها هنالك مفاهيم جديده، اما الحاجه على الاقل نحب نميزوا بها ولا نميزوا معناها انه يلزمنا نحطوا انه فما فرق ما بين ثقافتنا احنا وتراثنا وما ادري ماذا من الاشياء هذيك، وما بين معناها ما وصل له الغرب. واذا كان نحبوا نفهموا نفهموا على اساس نقد الحداثه، الحداثه فيه ثلاث مفاهيم، فما العقلانيه وفما معناها الذاتويه سوبجكتيفاسيون ولا معناها الانديفيدياسيون الفرديه ولا الفردانيه. ما هوني معناها عنده انسانس فما سيرورة. هذوما اسكو احنا وصلنا في ثقافتنا العربية الإسلامية جون سيبا انه عنا لي تخوا نوسيون هذوما والا لا؟ احنا ما مرينا طول في الحاجات هذه الكل. لكن سامحني كلمة أخيرة، انه الشعبوية اليوم أصبحت معناها تقال في أي محفل في أي في أي معناها مكان، في شعبوية في الخطاب الإعلامي، شعبوية في كذا إلى غير ذلك. وحتى مؤخرا إدغار مورا وقت اللي يتبع في الانتخابات معناها الفرنساوية عمل تويت صغير وقال راهو تلمو معناها كلمة بوبيليزم ولت بارتو معناها في وسائل الإعلام، حتى خلتنا ما عادش نجموا نعينوا هذا المفهوم ونجموا نعطيوها ان سونس معناها بيان ديتيرميني. واضح. خلينا نسال انا الازهر، سي الازهر خلينا نسال توا، نقربوا شويه نبعدوا شويه من الفهيم ونقربوا لتونس. انا يهمني نحكيوا على تونس، واعتقد هي قالت حاجه اعتقد انها مهمه، انه في الثقافه العربيه الاسلاميه احنا متفقين تقريبا على انه لم ننتج من انتجناش فكر سياسي كما اللي هو الفكر السياسي اللي, اللي 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 يتمثل الحداثه. والشيء اللي يخلي انه الخطاب السياسي اليوم المرسوه هو خطاب ما عندوش في الحقيقه مرجعيه حقيقيه واضحه على مستوى المرجعيه المدارس الاوروبيه، ما نعرف الحداثه الاوروبيه. ولكن اسهل شيء تو اليوم انا حسب الناس المتبعين انه الخطاب السياسي اسهل حاجه انه يكون خطاب شعبوي. خلينا نحكي على تونس اليوم. شوف أول حاجة وقت نقولوا شعبوية نقولوا خطاب، وكن نقولوا خطاب ونقولوا صناعة رأي، وكن نقولوا صناعة رأي ونقولوا ثم رأي عام متشكل إيش باش تعمل به، كيفاش باش يفيدك، باش يعمل الثورة معناها العنيفة والكفاح المسلح ولا باش يدخل لصناديق الاقتراع. اثنين، حتى كان المفهوم نحكيو على الرومان ونحكيو على القرن التاسع عشر في أوروبا، مدرسة فرانكفورت وأبرماس وبوريكور والتحليل الخطاب وين هنا بروز تحليل الخطاب؟ بروز عند نصر حامد ابو زيد مثلا، مش تجي تقرا يقول لك تحليل المفهوم وتحليل الخطاب والباث والمتلقي وكيفاش اليوم في تونس. اليوم خطر المجال العام فتح لمخاطبه الناس. الناس كانوا قبل يتخاطبوا عن طريق فرق كره قدم ويتشنجوا في التلفزه وتشوفهم كل واحد جايب ما عنده على الجمعيه أيه. في البنوك وفي ليزاسيورونس وفي الوظيفه العموميه باعتبار الناس انهم يلزم يتكلموا الصباح، يتكلموا على الماتش نهار الاثنين. أي نعم. يتكلموا على الحد الرياضي، يتكلموا على كذا. اليوم فتح هذا الباب واسعا الى درجه انه الحريه
تلامس الفوضى، مش منظمة وما عندناش ما نعملوا بها. احنا كنقولوا الديمقراطية تخمى معناها ثم نحن كنقولوا الديمقراطية ننساو ديما انه ثم اسمه النظام الديمقراطي. كلمة النظام اذا تختلف على الديمقراطية ما عادش تعني حد شيء. اليوم علاش نحن ها نقول لك حتى في الخطاب نحن ننظم الفوضى، هذه عملية تنظيم للفوضى. بقى هذا الباساج ضروري، هذه المرحلة ضرورية نصنع الرأي العام. اليوم تشوف شخص، تشوف امرأة معناها شبه أمية، تشوف رجل في المرشي في كذا يتكلم في السياسة ويعرفش معناها رئيس حكومة وش معناها فساد وسرقة وش معناها كذا. تأطير هذا المجتمع عن طريق خطاب يبث في التلفزة، يبث في الراديو، يبث في الاجتماعات، يبث عن طريق الحياة الحزبية. ويختلف أنا الفارق عندي بين ما هو الدولة وبين ما هو السياسة، بين ما هو العمل الحزبي، بين ما هو كذا. وهذاك علاش اليوم تشوف موجود الاستبداد وموجود الديمقراطية وموجود التوريث وموجود الانتخاب الحر، كله موجود مع بعضه. وثم تراكم كمي قاعد يصير ميكروسكوبيك مجهري ما نشوفه فيه ينجم ياخذ 25 عام 30 عام. إذا فما خطاب شعبوي طاغي، خطاب فيه الضغينة، فيه اركب لا تمنك، قول اللي تحب، شنع بالآخر، شوف التواصل، أدوات التواصل الاجتماعي. ما هو نوع من الخطاب التشنيع بالناس واستباحة الأعراض واستباحة الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، جزء كله من الخطاب. باش يوصل درجة أنا نعرف أنه بالطرف كل باش يترسب وباش يبقى وباش ينتج عقلانية عصر تاع راسيوناليزم، وقت اللي نمنوا أنه بالفرد راهو حر. وخلنا نزيد ندخل حاجة أخرى نهارات على زواج المسلم من غير المسلم. وقت المجتمع ما عادش عنده ولاية على تزويج طفلة موجودة في فرنسا ولا في ألمانيا بدنها حرة فيه، غادي تطنح الشعبوية وتجي العقلانية. واضح سيدي أحمد؟ تونس. نعم نجول تونس. نجول تونس. أي. حبيت فقط نحكي ونقولوا ثم خطاب شعبوي لو تسمح فقط يعني حاجة قليلة يستمع نتفاعل مع الدكتورة. من المفروض أن البلدان هي درستني ما حضرتش عندها حتى دقيقة لكن عديت عندها الامتحان. حبيت نقول لك فقط نتفاعل معها. من المفروض أن الشعوب التي مرت بالحداثة أن لا تحدث عندها ظواهر شعبوية. علاش؟ لأن الحداثة ورثت الأنوار، وأنت تعرف شنو شعار الأنوار. فكر بعقلك أن تلك هي الأنوار، لخصها كانت في كلمة واحدة. وبالتالي أن ممارسة الشعبوية مفروض أن لا تحصل في الشعوب التي مرت بالحداثة. الشعوب التي لم تمر بالحداثة هي التي تمارس الشعبوية لأنها لا تخاطب العقل. أما الحداثة مع ديكارت، الذات المفكرة، أنا الضامن للحقيقة الكوجيتو فقط، أنا أفكر هو الضامن. إذن وصمة الثقافات الحداثية بأنها شعبوية هو اعتراف بان هناك نكوص على الشعب عن الحداثه. والاستاذ كرم بكري مدرسه فرانكفورت سبب الخصومه بين هابرماس وادورنو وهوركايمر هو ان الحكايه هذه الجماعه هذوما قالوا لا راهو فشلت الانوار وفشلت الحداثه، وهو قال لهم لا مازلنا نؤمن بالتواصل، يلزمنا نرجع لتونس. اذا نرجع لتونس. كلمه شعبويه لازمنا نعترفوا بحاجه، هي عمليه وسم تيكا الى الصقه واحد الواحد في تونس. نعم مش كان في تونس، في كل اما في تونس خلينا نركز على تونس في هذه المرحله الانتقاليه. اي في المرحله الانتقاليه كل خطاب يهدد مصالح المنظومة الحاكمة اللصقولة تيكة الشعبوية. والحال أن اللسان حال المنظومات الحاكمة أكثر شعبوية من المتهم بالشعبوية. أنا أعطيك مثال بار إكزومبل، أنا يعني صراع الشعبويات، هو صراع الشعبويات القاتلة التي لم تفدنا في شيء. الذي يتحدث عن قفة خالتي مباركة باين، أنا نقبل مثال قفة خالتي مباركة والحلو الطماطم، نقول هذا شعبوي. ولكن ماذا تقول في السيد الذي قال عندي إطارات تعمل أربع دول وعندي معنا برنامج يدوخ، هذه شعبوية؟ شعبوية فجة. إذن هناك صراع شعبويات ويجب أن نركز على أمر، كلما هددت مصالح طبقة حاكمة إلا ولصقت التكت الشعبوية في الذي يهددها. أنت لكان تحكي غدو على أنك ضد بار إكزامبل قانون المصالحة ولا تحكي على الفساد تقولوا حليم شعبوي. أما لو كانك تقول كلام سمح لا تقول للزمن لا للمصالحة معها وما ثمش فساد، والله حليم عقلاني وواقعي
وحداثي وانفتاحي ونعمل فيك قصيده. وهذوما الكل مصحح راهو في ولا هذه صح سي نبيل هاني جايك المفهوم رجراج كيفاش؟ المفهوم رجراج تيلمون سوبل الى حد الغموض لاننا كما اسلفنا الذكر منذ قليل كلنا نتهم الاخر بالشعبويه. يفترض دائما في الاعلام والتربيه ان تفترض في الاعلام والتربيه والتربيه اي يفترض في كليهما ان تكون شخص تعرف ان مثلا معهد الصحافه وعلوم الاخبار في تونس نادى اكثر من مره بضروره ادراج ماده التربيه الاعلاميه في البرامج المدرسة. مع الأسف إلى حد الآن لم نشاهد هذا ولا نحتاج إلى وعليش هذه الدعوة حتى جماليا وعقلانيا يصبح المواطن قادر بعد فترة ما على التمييز بين الغث والسمين لأن المدرسة هي التي تكون قد تعيد الإنتاج كما يقول بيير بوردو بعض الصور معينة هذا مسألة أخرى. المهم المدرسة هي التي تتكون ويحتاج حينها الشخص لا إلى الهيكاء وإنما إلى التعديل الذاتي. في ألمانيا توجد 14 هيئة للتعديل الإعلامي. هذه المؤسسات الموجودة والمنتشرة تحرص قدر الإمكان عوض رقابة وسائل الإعلام على تكوين الإعلاميين على التعديل الذاتي. حينها يصبح المواطن قادرا على التفريق بين ما هو حقيقي لأنني عندما أقول سيد أحمد ضرب مثلا قد يكون صائبا وقد يكون مخطئا هو والموقف الإيديولوجي. المهم أنني أعرف ما هو الرهان الحقيقي للدولة بعد 20 سنة. هل هذا الموضوع الذي يتناوله زيد من المعارضة أو عمر من السلطة هو موضوع حقيقي أو هو ضرب من الأرجمنتاسيون معناها نوع من الجدل السفسطائي. جدل السفسطائي معناها حسب ما فهمت أنا تقول أنه ثم أطراف رسمية تابعة للمجتمع مسؤولة على معناها أنها تنقص أو تقل من حد الشعبوية. يعني هنا أنت تشير مثلا هنا أنه ثم الدور بتاع التعليم غايب ربما. نعم نعم الدولة ينبغي أنا متفق مع سي الأزهر الدولة ينبغي أن تعبأ بدورها وهو توفير تعليم جيد ومن بين الأشياء أن يكون المواطن قادرا في فترة ما على التمييز بين الغث والسمين حتى لا يقع فريسة ما يسمى الشعبوية من أحزاب مختلفة. واضح. لا فتحي نرجع لتونس ما فقط للتمييز. الشعبوية ظهرت من الأول كتيار سياسي. بعدين مثلا نلقاو مثلا دي بوليتولوج كيما مثلا ميلر معناها يحكيها على أساس أنها متعلقة بالخطاب. ومتعلقة بالخطاب يهوني تحريك المشاعر واستعمال معناها العواطف إلى غير ذلك والشعب يولي في المحصلة ما عادش معناها فاعل سياسي موجود بشكل مسبق. هو نتيجة هاك معناها تحريك المشاعر وقت ينجم يفوض في لحظة إلى غير ذلك ونجم يكون في اللفول كما أم سيكولوجي إلى غير ذلك ونجم يعمل اللي يحب. يبقى أنه كنجي نحب نرجع مثلا لتونس ونشوف مسألة الشعبوية ونشوف الشعبوية إلى غير ذلك معناها توا مقبلة أحمد يقول أنه على حسن الكلام رأوا على السياسة أحمد مثلا يقول أنه وقت اللي واحد يمشي يعبر على حاجة معينة مثلا ضد قانون المصالحة نجم قولوا له ينحطوا له ستيغماتيزاسيون قولوا له أنك أنت شعبوي ولا يقول قفة الزوالي مثلا قولوا له أنت شعبوي. هوني توا نقول له قفة الزوالي هي بيدها معناها خطاب شعبي وبسيط الى غير ذلك. نرجع حتى نرجع لينين نفسه اللي وقت اللي كتب على معناها اليساريه والمرض الطفولي واللي قد فيها شكل من اشكال الممارسه السياسيه المبسطه الى غايه معناها الى تبسيط معناها شو نقولوا مبالغ فيه الى ابعد الحدود. لكن كي نجي نشوف مثلا الخطابات السياسيه الموجوده اليوم نشوف بالنسبه لي الحملات الانتخابيه اكثر معناها حاجه تظهر فيها الشعبويه الحملات الانتخابيه اللي فيها معناها بعض النماذج مثلا نذكروا الناس فيها مثلا ايهام الشعب معناها انه راهو باش يحلوا لهم المشاكل نتاعهم. عندنا برشا نماذج عندنا نجم نذكر الاسامي نتاع السياسيين الحامدي مثلا الحامدي اللي في وقت من الاوقات ونتذكر في الحمله الانتخابيه الحامدي كتب عنه الكثير على انه في 2011 معناها نذكر في الحمله الانتخابيه وين بدي سوغ تيغان ونحكي مع يقول لي راهو الحامدي باش يسكن وقت يولي رئيس راه باش يسكن في حي التضامن نقول له يا حاج راهو ما يصيرش الحاجه هذه يقول لي لا حتى كان مش باش يخليوه راهو فما ناس اخرين مش باش يخليوه اما هو راهو كي باش يولي رئيس جد على الناس جد على الناس وهي معناها راني بالنسبه لي راه باش نكون معناها كان وصلت رئيس دوله راني مش نسكن في قرطاج باش نكون كيفكم
وانتم ويولي معناها الفرد هذاك البسيط الى غير ذلك يتماهى معه معه ويمشي اي وهي معناها تمارست الاشياء هذه لغايه تعبئه الناس برشا مغالطات وفما الاخر سيبا بحر الجلاسي ولا نعرفش عليه اللي وقتها يحكي الخبزه باش يبدلها مع عشريه وباش يعمل قنطره ما بين تونس وايطاليا الى غير ذلك او اوهم الناس هو ممكن قنطره تونسي تي ممكن هي امام عليها مش صحيح انه هو باش يعملها ومش صحيح انه بالشكل هذاك ومش صحيح معناها الاشياء العب على برشا مشاعر من نوع انه يسمع اربع ساعة الى غير ذلك وكان اللي يسمعه حوار الى غير لا فتحية حسب رايك انت شنو اللي يخلي السياسي انت اعطيت باش ما نزيدوش نذكروا بعض الامثله شنو اللي يخلي السياسي التونسي يدفعوا لي مثل انتاج هذا الخطاب شنو اللي يدفع انت كعالم اجتماع شنو هي الاسباب اللي تخلي خاطر السياسي هذاك اللي مارس هذاك ما يعتبرش انه الشعب راهو فاعل سياسي معناها بشكل مسبق هو يعتبره معناها اداه وينجم هو يعبئه عن طريق تحريك المشاعر وينجم يستعمله الى غير ذلك وينجم يعمل له مانيبيلاسيون كما يحب هو معناها خطاب قبلك معناها بالنسبه نرجع للازهر خاطر خالف كلمه معناها مهمه انه نحن بصدد صناعه الراي العام هوني معناها اذا كان نحبوا نمشيو مساله صناعة الرأي العام راهو الفضاء العمومي وصناعة الرأي العام يعني راهو نمشي في الابروش نتاع أبرماس لازم يكون فما نقاش وفما حجج وتقديم حجج فضاء عمومي إلى غير ذلك أما اليوم يتم تحريك المشاعر نحن في معناها مسألة معناها تحريك المشاعر وكما بالضبط الإشهار نعطيك حاجات باش أنت تشري المنتوج هذاك نحرك لك المشاعر باش ندغدغ استعمال وسائل معناها التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا هذه هي ما بعد الحدث هذيك هي ما بعد الحداثة ولت الغلبة للتكنولوجيا والغلبة للوسائل الحديثة والسوق الحرة المفتوحة واستعمال معناها هالأشياء هذه الكليكة لغاية الوصول إلى تعبئة الجماهير يبقى كلمة وحيدة فقط بعلاقة بنبيل نحب نقولها ما نحبش تتعدى هكيك الغالب من قلبي على التربية على وسائل الأعلام هي مطلب هي مسألة معناها مهمة علاش على خاطر أنت حكيت كان على المدرسة معناها مؤسسة التنشئة الاجتماعية أنا نعتبر الوسائل الأعلام مؤسسة أيضاً. من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وهذه معناها دخلوها لسوسيولوج الكليكة معناها تدخل كرابع مؤسسة خاطر تنجم من خلال التلفزة تبدل تصورات الاجتماعية إلى غير ذلك والتربية على وسائل الإعلام تمكن من تفكيك الصور وتمكن من إعادة معناها موضعة الصور وتحليل بليزوموا معناها باش ما نجموش نمشيو في اتجاهات خايبة لازم بناء على الملاحظة تاع الدكتورة فيما يتعلق بوسائل الإعلام ما تراش أنه في سبع سنوات في هذه المرحلة الانتقالية ازدهر الخطاب الشعبوي حتى في وسائل الإعلام جزء هو من خطاب الشعبوي وسائل الإعلام هي إعلامي سهلت له وهي الإعلامي وهي السياسي وهي الرسام وهي الدكتور وهي هذا الكل ونحن نعيش في فضاء فتحية كانت تقول يلزم الشروط تتوفر شروط صناعة الرأي العام لا على طريقتنا في تونس بثلاثة أرباع بربع شرط بكذا هذا هو صناعة الرأي العام وقت يجي هذا الأمين العام للشعبوية شو الأمين العام للشعبوية شخص ما نحبش نسميه يعرفون يقول الخبزة بمياه والدواء بلاش وأنا نسكن في حي التضامن وساعة ساعة كان الدراويش يلا راني صوفي نضرب البندير وهالبيعات هذه الكل شنو هو حاجته بالناخب حاجته بهم يصوتوا وبالتالي سيصنع كتلة من البشر كونديسيوني مهيئة جاهزة هي صناعة رأي عام على الطريقة التونسية هذا هو باش يأثر فيهم ويجي لاخر ولكن ثم أيضا بالمقابل ثم ناس تم شيطنتها في تونس ثم ناس تمت شيطنتها انت بسلاح خطاب شعبوي واتهامه بالشعبوية أيضا هذا مازالت ما ثماش حدود اخلاقيه وديونتولوجيه في الساحه السياسيه وفي الاعلام وفي الكل اين هي الحدود اللي هي ثقافه العقل اللي 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 تضرب الغريزه ثقافه الغريزه هذه وثقافه كل شيء ممكن ثقافه اليوم ما ننساوش ثم حاجه انتم جبتوا على وسائل الاعلام اللي هي تصنع الرموز وتصنع الذوق وتصنع الثقافه ومعناها حقل واسع من الدلالات اليوم ثم سلطة نزعت سلطة المعلم ونزعت سلطة الأستاذ ونزعت سلطة البو ونزعت سلطة الدبل سلطة الدبل في دوت كوم اللي كان أنا علش نحترم معلمي قبل يعني يعرف أكثر مني أنا نحترم أستاذي ونسمعه وناخذ رأيه ونناقش به لأنه يعرف أكثر مني أنا بابا يعرف أكثر مني
اليوم وسائل الاتصال ايضا، هذا الجيل الرابع للحرب يسموه الجيل الرابع للحرب، حرب قد لا تستعمل فيها الصواريخ على الاطلاق. هي اليوم انا داخل الامتحان نجم نعمل www.com نعرف خير الدكتوره التقري فيه في الماده هذيك، وبالتالي سطوتها هي السابقه وتحكمها. وهذاك علاش حتى في السياسه اليوم تشوف بالمال الدنيا تخلطت، تشوف حديث ساعات تبقى تغزر. السياسي عنده مدونه يفترض، عنده سنوات طويله من التعب ومن البحث ومن التجارب ومن المعارف اللي تخصه تحطه في نخبه غير النخبه الكذا ولا غير الناس العاديه. انت تشوف اليوم يقول لك خلينا ندخل نلعب ما عندي حتى مشكله، يدخل يكور هذاك اللي يخليه يخليه يقول له عندنا 700,000 بطال وعندنا ميزانيه ب 37 مليار وعندنا مثلا ميزان دفعات فيه كذا 1 2 3 4 5 6. مع انه انا راني معاك في السلطه دائما تسم اي خطاب معادي لها بالشعبوي معاك ديما، لكن الشخص اللي يجي يقول لك علاش ما خدمتوش الناس، كان جو نجم يخدموا الناس راه بن علي ما هربش، مش كان يحب مش كان يحب السلطه راه خدمهم وقعد هنا. دونك ثم مشكله اجي نحلوها بطريقه اخرى، مش تجي تقول لهم راهو هذا يعني نجم يقود الى الخطاب الشعبي وقد يقود الى الفتنه. مع كل حد عنده توصيف الخطاب الشعبي ومعاك انه ما تقول عنه السلطه خطاب شعبوي قد لا يكون. اما بمعنى عضوي نحن بالمعنى العضوي بالمعنى العضوي للكلمه انه قد ينزلق بمجتمعات الى العنف الى الدم الى كذا. ولا شنو اللي صاير؟ علاش العراقيين يذبحوا بعضهم وما عادش حتى حومه مخلطه فيها الشيعه والسنه؟ علاش السوريين يصير فيهم مسار؟ علاش في ليبيا اللي هو مجتمع صغير وموحد اليوم درنا وحدها والجفره وحدها وبنغازي وحدها والزنتان وحدها؟ وثم خطاب الناس ولاحظ انه شعوب عاطفيه، ثم خطاب في التلفزه وخطاب في الفيسبوك وخطاب في الاذاعه وخطاب يتكتب في الجرائد وناس تخرج تنف. هذا ايش معناه؟ سميته انا صناعه الراي العام لانه ما عندناش، هذا هو راينا العام. هذيك صناعه بالنسبه لي لفول 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 مش للراي العام. زوج ملاحظات. تفضل. الملاحظه الاولى، ارسطو طاليس حين تحدث عن انواع الحجج تحدث منذ القديم عن لوغوس باتوس ايتوس، اثاره انفعالات المخاطب هو باتوس. هذا منذ اكثر من 2500 سنه قد ينجح احيانا. هنا نتحدث عن امرين مختلفين، عن الشعبويه والنجاعه، قد يكون الخطاب الشعبوي ناجعا وقد لا يكون، وهي مساله اخرى. اثنين، المساله الثانيه ان الاعلام حين يردد هذا الخطاب الشعبوي في الثقافه والسياسه والى غير ذلك، والذي مع الاسف في اطار عولمه الاعلام نتحدث عن بيست سيلر بوكس اوفيس صحيح الى غير ذلك، لا نتحدث عن قيمه العمل في ذاته، نتحدث كم تحصل كم مليون كم لسوء ادمات. هذا يفترض في هذه كما جام في الفيسبوك ان نبحث عن النجاعه. سيسا اعطيك اكزامبل، اذا نبحث عن النجاعه لا نبحث عن الخطاب ومتى والحقيقه ومدى تمسكها. ولعل وانا يعني سيلزر ذهب الى ان الانترنت نعم الحامل الجديد للمعرفه، نحن مررنا بثلاث اجيال، جيل المشافهه ثم لا ريزون جرافيك العقل الكتابي ثم العقل الطباعي مع غوتنبرغ، وتحدثنا اليوم خاصه مع الوسائل الاعلام الجديده فيديو سفاري الانترنت قد تغير العالم. لا علي. لكن المدرسه والاعلام في التعديل الذاتي والمجتمع المدني اذا قام بوظائفه التربويه التوعويه التحسيسيه يمكن في حالات غير حالات الأزمة أن يؤدي إلى خطاب عقلاني. في حالات الأزمة كما هو الحال مع ترامب والذي اشتغل عليه كتاب صدر حديثا لوارن مولر وهنالك بعض المقالات حول هذا الكتاب. إذن في حالات الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية نجد الرجل الأسود لأول مرة في تاريخ البيت الأبيض صحيح رئيس، ثم بعد ذلك لون بلون الذي يتحدث عن أسطورة جديدة ضد سبانش وغير ذلك، إذن أيضا في حالة أزمة صعد هذا الرجل وتحصل على منصب. في غير حالة الأزمة يمكن للتوعية للتربية أن تنجح. سيد أحمد، أنا لو تسمح نحب نعمق فكرة يعني جيدة جدا قالها الأستاذ، هي البروسيس الوقع حتى تظهر الشعبوية بشكل الفج هذا في العصر هذا. يعني ثم عملية قتل الأب وقعت، الأب الثقافي والأب السياسي، ثم فويت وقع قبل السلطة تمارسها عائلات معروفة، يعني فلان ولد فلان أو يمارسها وابن ملك إلى آخره. تويكا مع الديمقراطية خاصة احنا عشناها بعد 17 ديسمبر أصبحت كل الناس الكل عندها الحق باش تتكلم في السياسة، ولعلها أصبحت طامعة في الكرسي نتاع رئاسة الجمهورية. إذا ثم عملية تاريخية وقعت
قتل بها باريسيد الأب الثقافي السلطة الثقافية ولا الأب السياسي القائد. قل لك أنا ما تحلمش. لا 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 ماشي غادي. عاد وجود المدارس الشعبية الإنترنت التواصل الاجتماعي قال فكرة جيدة. قبل يمشي الإنسان المدرسة والكلية باش يعرف حاجة تويك بكليك تعرف حاجة. أنت تو ولدك كان تقول له اسمع راني راك ما تعرفش تقول لك لا أنا أعرف أكثر منك. مارغريت ميد تقول العصر هذا هو عصر يتعلم فيه الكبار من الصغار. إذا مفهوم المعرفة تبدل ما عادش إثني ركبة وبرا أدخل سك على روحك شر شاري نقرأ كتاب لينين ولا إنجلز وكذا هذيك المعرفة الشاقة ما عادش. تو المعرفة ولات رؤوس أقلام بالفيسبوك باهي خايب سمح كذا حجيرات المغلى إيه هذيك هي المعرفة حويجيتك مما أدى فلوش. إلى أن مما أدى أن أصبحت الناس كل تعرف وفي السياسة أصبحت الناس كل كان عندها الحق باش تمارس السياسة. هذاك علاش ردة فعل نتاع النخب القديمة المخزن ولا يلصق في تكيات نتاع الشعبوية. كان انا نقرا في المقال الحوار ما ثماش خطاب شعبوي سياسي في تونس حسب ثم 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 تبدع كان بعقلانية معناها ونسيسك بشوية بشوية كي نسمع عز عليه وصف شعبوي لا ثم كانوا ما ثماش خطاب شعبوي لا ثم ثم ناس عملت بيرفورمانس في الخطاب الشعبوي ثم خطاب شعبوي بمجد ثم خطاب شعبوي لكن أكثر ناس يمارسوا فيه هم الذين يتهمون الآخر بالشعبوية. هذه وجهة نظر طبعا فتحي شوف أحمد مقبلة يصر على أنه الشعبوية هو خطاب الدولة والدولة بالنسبة لي هي لا غيزون هي العقل. الدولة هي العقل. الدولة هي العقل هيك لي كما تحب. المهم الدولة هي العقل. الدولة هي المؤسسات هي اللي عندها القوانين إلى غير ذلك. هي معناها خطابها لازم يكون أرقى من خطاب معناها اللي موجود. يبقى أنه في الساحة السياسية فما فرق ما بين ونشوفوا هذا فرق ما بين رجل دولة له مسؤولية وقت اللي يتكلم ويخاطب الناس وما بين رجل سياسة معناها ينتمي إلى حزب وفي حملة انتخابية وقتاش يطلع الخطاب الشعبوي اللي قلنا فيه تبسيط وفيه إهام وفيه معناها اللعب على المشاعر وقت الانتخابات أكثر منه حاجة أخرى انديبندامون من معناها من اليومي. لكن زاد أو ميم طون اللي قال فما كلمة خالها مهمة جدا وبالنسبة لي نحب معناها نقف عليها اللي هي قتل الأب. قتل الأب عملية بسيكولوجية معناها مهمة لأبعد الحدود وقتل الأب ما يحكي عليها فرويد وحكيوا عليها معناها البسيكولوج بالمليح اليوم اللي صار بعد 14 أنه اللي صار لا على كل يعني نحكي أنت تحكي من في مجالك في مجال علم النفس وأني نحكي في مجالي في علم النفس الاجتماعي على كل قتل معناها الأب أو قتل هي شنو قتل الأب قتل الأب هي قتل الصورة هي قتل هو قتل رمزي هو قتل فيه تمرد فيه نوع معناها الفوران الذاتي إلى غير ذلك يقولوا لا ستوب أنت يزي معناها راهو بالنسبة لنا سي طوى بقعتي وهذا اللي صار بعد 14 بعد 14 كل بالنسبة لي الناس اللي ما عندهمش ثقة في رواحهم مع احترامي للجميع واللي ما عندوش معناها وظهرت حتى عنا في الجامعة واللي كان معناها كيفاش يبدا يخزر مثلا الاستاذ ولا يخزر منه فوالا موجود 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 بارتو ونحكي لك ان نوصف الحاله يبدا يخزر العبد بعد معناها حاول يمارس عمليه معناها قتل الرمزيه هذيك وحاول ان يقول له جو سوي لا راني موجود وراني عندي معناها مكانتي. وهذاك علاش انا في مره في حصه من الحصص قلت بعد 14 الكبير الصغر والصغير معناها اطلع وطلع بشكل بالنسبة لي تاع توكيد ذاتي مرضي إلى أبعد الحدود لأنه معناها ينجم الإنسان معناها البروسيسوس نتاع الحياة نتاع الانديفيدياسيون اللي حكيوا عليها الفردانية نجم يا خويا راهو توكيد الذات مرحلة من المراحل معناها التكوين نتاعنا باش نوصل للسيم دو سوال تقدير الذات ومن نوصل لتقدير الذات لما نكون مساوي لنفسي. أما اللي قاعد يتمارس للأسف الشديد توكيد ذات بشكل معناها مرضي لأبعد الحدود وكيفاش نأكد ذاتي وقت اللي نكسرك أنت ونكسر الآخر وقت اللي نحطم آخر ونعمل معناها استيغماتيزاسيون وهذا توجد بارتو. وكان جي نرجع نمشي مثلا لوسائل الاعلام نلقاها هي معناها ساهمت في تمرير هالخطاب هذا من خلال معناها الاستضافات اللي نشوف فيها في برشا معناها قنوات من خلال حتى الاستعمال حتى اسماء اللي معناها كان واحد يعمل ايتود معناها سوسيولوجيك ولا ايتود في معهد الصحافه على اسماء البرامج الاسماء البرامج يقول لك ايه الشعب هذاك شي يحب ما نجيش مثلا جمهوريه الثقافه كلمه ثم ثقافه برشا عاليه برشا راه برشا في البرامج شنو اساميهم وبرشا شوف معناها معناها الحكايات كيفاش يقع بلورتها وقال شنو راه يلزمني نبسط علاش باش نوصل للشعب
خاطر قلنا ديما الشعبويه راهي ديما تستهدف الشعب، باش نوصف للشعب ونستقطب الشعب، ويلزمني نعمل شويه بوز، ويلزمني نعمل شويه حويجه كي ونهبط حتى في المستوى الى غير ذلك، باش ننجم نجيب بلوس معناها نتاع تو نتاع اوديمات الى غير ذلك، معناها تستعملها الشعبويه اللي هي سلوك بعد ولات سلوك ولات معناها تصورات اجتماعيه ونظره للحياه ونظره معناها في وسائل الاعلام ونظره في السياسه ونظره في الثقافه ونظره في غيره وغيره، باش ننجم معناها استدرج الاخرين وتولي عندي معناها سو فورم اني والله راني الحصه نتاعي تلقاها حصه مديوكر لابعد الحدود، وراني عندي معناها تو دوديمات نتاعها 90% يتفرجوا فيه، 90% انت شنو قدمت؟ هوني في بالنسبه لي لاغرافيتي معناها المشكل هو هوني هو هوني هوني اي هون انا بالنسبه لي نحكي هوني كاستاذه تاع علم الاجتماع هوني في هوني المشكله هوني وقت اللي نلقى اني ايميسيون تقول لي راهو فيها 90% والبروميير والسبق الى غير ذلك في المسائل هذه الكليكه، وهي شنو من بعد الحصيله اللي اعطات معناها من تصورات اجتماعيه من تمثلات اجتماعيه لهك الشعب اللي بالنسبه لي نحب نلقى معناها بتصوراته وبتمثلاته تو نلقاو الحصيله معناها سفر الابد الحدود. لازهر شوف هو 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 المتلقي المتلقي تربيه وسائل الاعلام وتربيه الخطاب اللي جاي من عند النخب هو اللي يخلق الرموز هو اللي يخلق الثقافه ويخلق هو شو يقول لك؟ هو يقول لك انا الشعب يحب لكن انت الشعب ما اقترحتش عليه حاجه اخرى زاد اي فلا هذا شعب احنا وسائل الاعلام تمارس في هذاك معناها احنا كثقافه عند الفرد احنا عندنا ثقافه العار الخوف من العار مش الضمير الخوف من العار دايور في المنطق الشعبي يقول لك ايش باش يقولوا علينا الناس مش علاش العامله قداش خايبه مش قداش وقت يقول ولده ما يقولوش قداش العامله اللي عملتها خايبه يقولوش باش يقولوا علينا الناس ولا الام ولا شنو العار اللي عملته لنا اثنين يورثوا سلوك الكذب مثلا الاوروبيين ما يكذبوش انا لاحظتها وخلطت برشا ناس ما يكذبوش مجانيا احنا عندنا الكذب المجاني منين تعلموه تعلموه وقت يبدا البو قاعد يشرب في التاي ولا قاعد يتفرج في التلفزه ويدق الباب يقول له برا قول له مش هنا هو عمره 6 سنين يتعلم بيان سور التجربه الاجتماعيه هذيك وشمه توشمت في العقل الباطن نتاع الكذب راهو مباح اذا كنجيو هذه حاجات صغيره معناها ما انتبهوا لهاش كنجيو نشوفوا المصلحه تو كان تحكي لك مثلا يجي يقترح على الناس معناها برنامج يقترح عليهم رؤيه يقترح عليهم تجاره معناها عباره على تجاره بالبشر يقول لك دبرت فيها 90% لا انت المشكله مش 90% المشكله دبرت اشهار دبرت فلوس دبرت مصلحه على حساب ما يمكن ان تصنعه من ذوق عام على حساب المضمون على حساب الذوق العام من تقدم على العقلانيه شعوب انا نقول لك حاجه خطابنا كله فيه العاطفه وفيه الشعبويه وفيه حتى واحنا نحكيوا لبعض فيه كذب فيه نحكيوا عن النفاق الاجتماعي شوف الامثال الشعبيه كي تعرف امثالنا الشعبيه جيدا تبني منها المجتمعات الاوروبيه كي تشوف مثقف اوروبي ولا تشوف سيبني من مجموعه المثقفين والجامعيين من تحملهمش برشا خطابهم منظم عقلاني مريقل ما فيهوش احنا تلقى واحد يجي وعليش هما يقول لك هما تو في اوروبا يخالطوك لانه الانسان محمول على الصدق فعلا من اول ما يخالطك انت صادق نهار اللي تقع الكسور ما عادش يخالطك سيتو وعندنا برشا ناس يدخلوا الحبس وبرشا ناس يروحوا بهم وبرشا ناس كذا نحن ابناء ثقافه الثقافه هذه فيها مخاطبه الغريزه فيها الديماغوجيا نتاع سيطر عليه الغيبيات اي بالغيب بالكل اللي تحب انت بالكذب كذب اللي هو من اللي يكذب يقتل اللي يقولوا اللي يكذب يسرق واللي يسرق يقتل هذا مثل مترجم وبالتالي ثقافتنا كلها مش كالحياه السياسيه والخطاب السياسي انت تاكل واحد ساعات يبدا يبلف فيك يحب يسيطر عليك بالسيف يا ودي مش كيكه وا 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 ويعطيك حتى احصائيات غلط يعطي في سبيل انه ليسونسيال المهم انه يسيطر عليك انه يحكم هذاك هو توكيد الذات بشكل مرضي ثم عندك النخب اليوم كي تحل المجال الى دوله فيها انتخابات وين كنا نسمعوا الخطاب الشعبوي ما كانش عنه في وقت بن علي ما كانش فيها مجال لانك تسمعوا لانك تشوف
كان موجود عند السلطة حاسدين على النمو، حاسدين على التقدم، نحن خير من اليابان، نحن خير من كذا، يكرهون على خاطر احنا متقدمين وعلى خاطر سيادته يحكم فينا. الاستنجاد بالاجنبي خونا الاستقواب الاجنبي الى اخره. توك تحل اصبح فعلا ماده اسمها الخطاب الشعب. وهي قالته الدكتوره، يجيك واحد يقول لك باش الناس تولي تحرق عن طريق قنطره، وراني مشيت وتفهمت عليها 80 كيلومتر ولا 100 كيلومتر اخوي، خدم الناس ساعه هنا، اخلق اليات تعمل طرق للقصرين، لا نعملوا قنطره لايطاليا، مثلا يقول لك باش نبني قصر كارتاج النقل ونحطه في نبيل. انا لا احب جلد الذات. شكون اللي قاعد يقوم هنا بجلد الذات؟ سي لازم لا يبدو ان ليس لدينا دراسات علميه دقيقه في مفهوم المخزون الثقافي. يوظف حسب المرحله، حسب السياق، حسب القارئ، حسب الرهانات. اي نعم، هذه مساله. ما اخشاه على الديمقراطيه الناشئه في تونس، اي نعم، هو الشعبوي. بعد سنوات أنا أتحدث عن الإسفاف، وكلما كان الإنسان أكثر سخفة إلا وتبوأ برنامج من البرامج الثقافية أو الإعلامية أو السياسية. هذا واقع في تونس على كل حال. الديمقراطية تهددها الشعبوي، وتقتل الغد، وتقتل الأمل. العقلانية هي التي تبني، مؤلمة نعم، ولكنها هي التي تبني أملا حقيقيا في مستقبل تونس. هيجل هذا تفضل سيدة، تفضل سيدة أحمد. أنت لمك هيجلي مالها، تفضل. بالمجد هو ثم مشكلة الشعبوية عندها علاقة بحاجتين، علاقة ربما كدنا نغفل هذا. الشعبوية عندها علاقة بالتعصب، تؤدي تقريبا ميكانيكيا إلى التعصب، ما في شك، لأن الشعبوي سوف يخاطب الغريزة والأحلام والأوهام ويهمي بأنه عنده الخلاص وأنه هو القائد. والأخطر من ذلك سوف يقنع هذا الشعب أن كل حياد على طريقه هو فناء، وهو ما سوف يؤدي إلى كره الاختلاف. أي واحد يكره الآخر يتهمه إذن أن يحب يقسم البلاد، يحب يهلك البلاد، يحب يدمر البلاد. والخلاص عند الخطاب هذا الرسمي الذي يتمحور عادة عند أصحاب السلطة القدامى. إذن لذلك هناك دائما علاقة، بالنسبة لي علاقة، بين الشعبوية والشعبوي. أنت لاحظ دائما الذين يتهمون الآخرين بأنهم شعبويون ينحدرون من محاضرات شعبوي. مشتو معنى شعبوي؟ شعبوية إذن هم الذين كانوا يملكون المخزن والسلطة إذن وثروة إذن. نعم هناك ضرب مضروب الشعبة. أما الهوامش الآخرين الوافدون الجدد بعد 17 ديسمبر، أنت لاحظ لو قمت بتعداد من هؤلاء الذين وقع وصمهم بالشعبوية سوف ترى الوافدون الجدد فقط، ولكن المركز قاعد محافظ على الحقيقة وأنه هو الذي يعطي التكيات للعباد. نعرفك تحب ترد. نعم فتحي، احنا الوقت بدأ يتضاءل، نحب نسأل سؤال. معناها لابد أن يكون خلاصة هذا النقاش هو اليوم شنو دور ديما السؤال جمهورية الثقافة. نسأل ديما المثقفين، ولا نستدعى حتى كي نستدعى سياسي نستدعى نشوف الجانب الثقافي متاعه والمعرفي. اليوم المثقف شنو دوره في هذا الفضاء الذي يبدو أنه مزدهر فيه الشعبوية؟ أنا ساعة نحب نميز ما بين تولي كان يقول فيه أحمد صحيح في الصنص أنه إذا كان الشعبوية معناها تولي طيار سياسي خط ماء، اما يلزمنا معناها نفرقوا ما بينها كتيار وكحركه وما بين معناها الشعبويه كخطاب سياسي. أي. فما دو ديمونسيون مختلفين. أي. حركه بتجر الناس وتدخل وتنجم تمشي للتطرف وللتعصب واللي تحب انت، والفاشيه والنازيه والحكايات هذه راهي معناها حركات شعبويه في نهايه المطاف. امام الخطاب السياسي حاجه اخرى. الخطاب الشعبوي وقت نجي نحب نعمل الاناليز نتاع الديسكور بوليتيك فما حاجه اخرى مختلفه، ونشوف فين معناها وقتاش معناها الدوغري نتاع تطلع فيه الشعبويه وتنزل. وقلنا في الحملات الانتخابيه مساله ثانيه، خاطر تنجم تكون مساله مومونتاني. يبقى انه دور معناها المثقف، شوف في تونس احنا في مرحله نتاع انتقال ديمقراطي، في مرحله ما زالت مرحله فيها تغييرات. الشعبويه انها تظهر في مرحله كيف هكايه سي توتافي نورمال، لان هي بيدها تاريخيا ارتبطت بكل المراحل
المراحل اللي فيها ان شونجمون، معناها ان شونجمون اللي قاعد يعتمل ولا باش يصير معناها طبيعي انا. لكن اللي مش طبيعي هو استدامه هذا الخطاب الشعبوي، استدامه هذه السلوكيات الشعبويه الى غير ذلك، على حساب معناها مسائل اخرى معناها مهمه وجوهريه ومهمه. كيفاش ممكن اني بالنسبه لي نصنع الخطاب معناها البديل والخطاب اللي هو ولا صناعه الراي اللي حاجتي باش نمشي به حتىش للديمقراطيه، وقت اللي نخلي الفرصه للمعناها للمثقفين وللمعناها جون سي با والفنانين الى غير ذلك انهم يعبروا بكامل الحريه. نعطي مثلا مثال هوني، نعطي مثال كنا في حاجه ليه الله يرحمه معناها هو مشى على روحه الطالبي عندما بدا يتحدث محمد الطالبي، وقت اللي بدا وبدا يحكي على القران وبدا يدخل للمنظومه، يدخل معناها الداخل الفكر معناها الديني وينقضه، قامت الدنيا وردوها كل كراكوز، خطرنا في مجتمع مازال شلكت الحكايه ولا وقعت بسيطه الى غرضها. لكن هذيك هي الثوره الحقيقيه، وقت اللي نرجعوا لتراثنا ونرجعوا نقراوا معناها النص الديني والتراث الى غير ذلك بشكل عقلاني ونبنيه معناها على الاساس هذاك ونجموا نمشيوا القدام. لكن من زمنا زادة معناها نخلطوا ما بين مسألتين، ما بين التراث كثقافة كدرشوة كمعناها موروث ككتب إلى غير ذلك، وما بين اللي كان يحكي عليه قبلك معناها الأزهر اللي بالنسبة لي عنده علاقة أكثر بالتنشئة الاجتماعية اللي يتم من خلالها تمرير السلوكيات والقيم إلى غير ذلك، والسلوكيات هذيك هي يتم إعادة إنتاجها من الأبناء متاعنا، وهذاك علاش نلقاو معناها سلوكيات معناها كثيرة وموجودة، وهذاك علاش زاد نلقاو معناها الشباب ولا غيره اللي يحاول أنه يؤكد ذاته بطريقة معينة، ويحاول التلميذ مثلا يبقى الاستاذ نتاعو ويقولوا بطريقه معناها لبقه، ومازال ما عندناش احنا ثقافه الحوار، خاطر نجم يكون الطالب نتاعي ونجم يكون التلميذ نتاعي يعرف اشياء اخرى، لانه زاد الاستاذ ما هوش موسوعه، يزن زاد هو يتوضع وينزل. احنا مازلنا كاولياء وكمربين ما نزلناش معناها باش نسمعوا الاخر اللي هو اقل منا سنا واللي هو اقل منا منها معرفه باش نجموا نتواصلوا معاه بشكل فعال. تبيل حمد الطالبي اختزال شديد ما عادش وقت في سنوات الستين بدأ التفكير وله مقالات في الموضوع. أي عندما قدم في 2015 ولا 2014 من غير المختصين، نعم صحيح، دون مقدمات علمية ومنهجية واضحة، شكون السيد هذا؟ أصبح الخطاب شعبا. المسألة دائما مردودة إلى المثقف والإعلام والمدرسة. المثقف والإعلام والمدرسة سيد أحمد، أنا أتصور أنت قضية مهمة جدا هي دور النخبة. أنا نعطيك بيلون ما الذي قدمه المثقفون في تونس لخدمة للجمهورية الثانية. أعطيني مفهوم، أعطيني مصطلح، أعطيني فكرة، أعطيني حاجة قدموها المثقفين نتاعنا. المثقفين نتاعنا يبدو أنهم تورطوا وهذا الكلام هذا أيضا سهل. قدموا كثير، قدموا الكثير. هذا أيضا كلام سهل، وأيضا هذا الكلام هو على من شعبوية لحصران النخب أيضا، لأن الشعبوية هي اللي قدمت ضد المحرمات قدمت وكتبت. يا دكتور أنا نسأل كملاحظ، لا مش مانيش نواقي فيك، نعم، فقط جروبوندي على شيء. ما الذي قدمه هؤلاء من طرح يهيئ إلى ديمقراطية قادمة، جمهورية قادمة؟ أنا ما نكتبش عليك مش مطلع ياسر، مش كل حاجة تكتب نقراها، لكن أنا نلقى فقط فتح المسكيني قاعد يأصل في تفكير جديد وفي عقد اجتماعي جديد. أما الآخرين يبدو أنهم تورطوا بالمجد في لعبة ماذا يعني حداثي وعقلاني وتمشي لسيدي بالحسن الشادلي. هذا بيلو آخر. أي هذا بيلو آخر شعبوي. مهم سؤالك معناها ملاحظة. يلزمنا عقلنا إذا كان المثقف والنخبة، وإحنا أنا نعتبر نفسي عقلاني وحداثي تنويري، إذا كان ما نقودوش الناس نحو العقلانية الحقيقية ونحو الذهاب بعيدا على الخرافة والشعوذة وللأماني، إذا كان نحن من نقودوش الناس لهذا الطرح فمن سيقودهم؟ ممتاز، تفضل سي الأزهر نختم بيك البرنامج انتهى. المنطق الشعبوي الحقيقة كل مربع يخليه المثقفون الكبار والجامعيون واللي يكتبوا الدراسات يستحوذ عليه، كل مربع يخليه هؤلاء يستحوذ عليه هؤلاء بالشعبوية والسلطة، الشعبوية والسلطة. العشرين سنة تاع بن علي حقيقة كان هناك خصي منهجي للثقافة والمثقفين والجامعيين مغيبين الناس، لأنه صناعة الرموز حتى اليوم ثم مغيبين. هني جايك هني جايك صناعة الرموز والدلالات اللي تشوفها في منطق المسؤول السويسري والفرنساوي والسويدي والألماني وراها جامعيين
خادمين دراسات، خادمين دراسات وخادمين مفاهيم ومخصبين رؤية، رؤية واضحة بمفاهيمها لكونسبت نتاعها. عندنا احنا وقت اللي تجي تلقى سياسي يقول كلام زايد ولا يعطي مثل يزلق بمثل معناها لا، سياسي يبعد الجامعيين اللي قلقوه. علاش؟ المثقفين والجامعيين ومن يصنعون الفكره ومن يصنعون الراي خذاو عام عامين وكانوا يتضربوا في الشارع وكما اثينا داخلين في حلقات النقاش في شارع بورقيبه، ثم بعد انسحبوا وازدل الستار على هذه الطائفه من الناس اللي حبينا ولا كرهنا، رؤساء قائمات، اعضاء مجلس نواب، اعضاء طلع شنو وزراء، بدون هذه الطائفه يسووا فرنك ولن يفعلوا شيء في هذه البلاد غير معناها الرواتب والبيعات هذه. اليوم فتح المجال معناها السياسي على الجامعه، على المثقفين، على دارسي علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفه والواحد والانثروبولوجيا والتاريخ، ايش معناها سياسي تعمل وتحب تولي وزير وانت ما تعرفش تاريخ تونس وانت ما تعرفش تاريخ الثورات الكبرى؟ كيفاش سياسي؟ كيفاش تحب تولي سياسي و لا تعرف لا تاريخ تونس ولا الثوره الفرنسيه؟ عمل لهم تيست تو، قول له الثوره الفرنسويه وعبد القادر الجزائري وجمال عبد الناصر اقتشد الحكم وفلان، اذا يجيبوا 3/10 انا متاكد. واحد يعرف كان ابيات السماء وقالوا يقول فيهم غلطين دائما. باهي خلينا منهم بتو نوصلوا لبعض. معناها هذا المجال اذا كان تم فتحه، اذا كان تم فتحه سنصل الى، لانه الفساد مثلا يا اخي الفساد ما نجمش ينمو مع العقلانيه. لا الفساد ما ماش في سويسرا، السويسريين ما همش مستنفرين ويجريوا باللامباتريك يفتشوا على الفساد، حكمهم القانون والعقل العاقل وحكمهم الكذا. عندنا احنا الشعبويه، الشعبويه وقت الفساد زاد وقت السرقه والنهب، لانه قادر يعلل وقادر يجيب لك الفكره ونقيضها وقادر يجيب لك كذا، وشفناها نعيشها في التراع نشوفها واضح. نشوف عباد يقولوا سياسيين وكذا وقت تعلق المساله بهبر ونهب نتاع مال عام يخصه ولا عنده به علاقه ولا كذا يولي عادي واضح. يولي يقول لك لا هذاك نتاعنا واضح. الازهر تعرف انه ناجي العلي القضيه نتاعو تحلت مرة أخرى في بريطانيا، اغتيال ناجي العلي، يعني الشرطة البريطانية عاود حلت ملف قضية، ملف قضية أخرى. أنت في الغلاف بتاع كتابك، أنت في الغلاف بتاع كتابك حاطط ضمير ميت مصاص دم خنزير، هذاك النظام العربي اللي كان يعمل عليه. أي نعم. ناجي العلي. أنا أعرف ناجي العلي أنه رسم كاريكاتير قبل موتي، آخر كاريكاتير. كانت ثم مرأة فلسطينية مهمة ياسر جبد عليها، كانت في الظل صديقة الزعيم، وجبد على واحد قال له في الكار في الباص في كذا، قال له شبيك عفس عليه؟ قال له تعرف فلانة؟ قال له لا. قريبتك فلانة؟ قال له لا. سمعت فلانة؟ قال له لا. قال له يا ابن الكذا السدر وكذا، وبدا يحكي. طلبوا مسؤول، هذه معلومة نعرفها قبل قبل أن يموت بقليل، طلبوا مسؤول فلسطيني قال له إذا ما زلت تجبد كذا وكذا نحط لك صوابعك في الأسيد. قال له سأرسم برجلي، سأرسم برجل. محمد الأزهر العكرمي، أوطان التحريم والتجريم والاستباحة في مثلث النفط والدم والكوكاكولا، دار النشر، منشورات كرم الشريف. هذه مجموعة من المقالات قبل الثورة. أوليفيه روا، هذا معناها أحد المختصين في المسألة، ستانيسلامولوج ومختصين خاصة في المسائل الجهادية والسلفية والإسلام بشكل عام، الإسلام السياسي. كتابه الأخير ترجم في دار الساقي، الجهاد والموت، ترجمة صالح الأشمر. نحب هنا نذكر كتاب مهم جدا في تعلق بما يسمى بالدولة داعش، بداعش الدولة الإسلامية، جون لوي كومولي، داعش للسينما إلى مار، دار النشر فيردي. هذا الكتاب جديد وهو أول كتاب يتناول كيف تستعملت تنظيم داعش المسألة السينمائية في خلقان إيديولوجيتها السمعية البصرية. في نفس المجال، مجال الخراب في العالم العربي، أنا مش حاسدك على البرنامج، أنا حاسدك على الكتب كل مرة وانت جاي بكا. ليلى مينانو، لو ساكريفيس دو بالمير، إن أنكيت إنيديت أو كور دو لونور سيريان غراسي. هذا الكتاب هو عبارة على يعني عمل استقصائي حول سرقة الآثار في تدمر. وهناك جهات متعددة لسرقة هذه الآثار. هذا كتاب مهم جدا. خليني نذكر برواية علي مصباح، ما حكيناش عليها. علي مصباح هو مترجم مميز لنصوص في الفلسفة، ترجم نصوص مميزة لنيتش
علي مصباح، سان دوني رواية، منشورات دار الجمل، وعندنا رواية كمال داود. كمال داود هذا جزائري معروف وكتب، قال أنا عنده كتابه الأخير، نحب نولي تونسي، عديناه احنا في جمهورية الثقافة ونعديه روايته كمال داود، زبار أو لبسام، رومان صدر عن أكت سود. طبعا لبسام هو مزامير، يعني تذكرنا بمزامير داود، وذكر بمذكرات خير الدين باشا التونسي، تحقيق وتعريب محمد العربي سنوسي، وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، هذا الاسم القديم، المجمع التونسي للعلوم والأداب الفنون، بيت الحكمة. ونعرف بكتاب رشيد بوعلاق، الكاف أيام زمان، مدخل محمد الصادق بوعلاق، تقديم وتعليق أشواق عوي، دار محمد علي العربية للنشر. هذوم الناس علاش أنا نوري في الكتاب هذايا، ثم ناس يشتغلوا في الجهات، يشتغلوا على جهاتهم ويكتبوا في، خلينا نقول يكتبوا في تاريخ آخر لجهاتهم، مهم جدا. توا كل مرة نعديو الناس اللي كتبوا، هالمؤرخين هذوم الفضل اللي لازمنا نعرفوا بهم. ما تبقى خلينا نسمعوا سلاف. شكرا جزيلا على هذه المساهمات، وإن شاء الله نكونوا حكينا شوية على الشعبوية بدون سيد أحمد، بدون شعبوية. هو الحقيقة المتهم الوحيد فيكم كل في هذه الجلسة، المتهم بالشعبوية هو أنا المقدم، إن شاء الله نكون ما كنت شعبوي في تقديم هذا الموضوع. شكرا جزيلا.